يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة عندنا فيها تفاصيل وكواليس كمان كتير هنتكلم فيها، بالتحديد بخصوص استعدادات النادي الأهلي وآخر هذه الاستعدادات لمباراة الغد الهامة والصعبة جدا 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 أمام فريق غزل المحلة المميز والمحترم واللي بيأدي موسم بدايته رائعة على غرار بداية الموسم الماضي. فبالتالي مباراة غاية في الصعوبة، عندنا كواليس كتير جدا في إطار استعدادات النادي الأهلي هنتكلم فيها مع حضراتكم، وكمان بخصوص القائمة الخاصة بهذه المباراة، فبالتالي ده جزء مهم جدا. عندنا كمان أجزاء أخرى على مدار الحلقة وهي بتتعلق بالجانب المحلي والجانب العالمي، وأخبار كتير جدا جدا سواء بخصوص منتخبنا الوطني او كمان بخصوص مانشستر يونايتد في الجانب العالمي، لان خلاص سولشير رحل رسميا عن صفوف فريق مانشستر يونايتد كمدير فني بعد حوالي 3 سنين تخللهم عدد كبير جدا من التقارير اللي قالت ان هو هيمشي خلاص، ده الوقت اللي هو يمشي فيه، ما كانش بيمشي خالص. لكن بعد الهزيمه الثقيله بالامس امام واتفورد بنتيجه 4-1 كان قرار رؤساء او مالكي مانشستر يونايتد او اداره مانشستر يونايتد بالتخلي عن سولشير اخيرا، وعدد كبير من المرشحين لتولي هذا المنصب الهام جدا لفريق كبير وعنده تاريخ عظيم زي فريق مانشستر يونايتد. فبالتالي الاخبار كتير جدا معانا في حلقه اليوم، لكن مهم ايضا تواصل حضراتكم معانا زي ما احنا متعودين دايما، وزي ما حضراتكم كمان متعودين دايما من خلال سؤال حلقه النهارده. سؤال حلقه النهارده بيتعلق بايه؟ بيتعلق بالتشكيل المتوقع من وجهة نظركم في مباراة الأهلي والمحلة غدا، أو المحلة والأهلي بما أنه صاحب الملعب الصعب جدا، ومين كمان تتوقعوا أنه هو يعوض غياب حمدي فتحي الموقوف عن هذه المباراة بسبب حصول على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام المقاولون. تواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف يلا. في ترند الأهلي، موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المحلة. والفريق يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقاء. أما في الترند العالمي، إقالة سولشير من يونايتد وكاريك مدربا مؤقتا. طبعا اخبار كلها غايه في الاهميه، التفاصيل هتكون معانا بس بعد ما نروح للفاصل. بس قبل ما نروح للفاصل الاول هقول لحضراتكم المباريات المهمه النهارده في مختلف الدوريات. النهارده الجوله الخامسه من بطوله الدوري المصري المثير والمميز والممتع بصراحه، مبسوطين جدا جدا بالمستويات اللي بنشوفها في الدوري المصري هذا الموسم في ظل الامكانيات الكبيره عند يعني أكترية الفرق اللي موجودة في الدوري. فالنهاردة مباراة قوية جدا هتكون ما بين فاركو المنتشي بانتصار أخيرا في الجولة الماضية، كان انتصار مهم جدا ب3 نقاط، هيقابل فريق سيراميكا كليوباترا أيضا اللي فاز في الجولة الماضية. فالمباراة متكافئة جدا جدا ما بين الفرقتين. الماتش ده هيكون كمان بالضبط حوالي 27 دقيقة أو 26 دقيقة من دلوقتي الساعة 5:30 تحديدا. المباراة الثانية النهاردة في الجولة الخامسة وبداية الجولة هتكون ما بين مصر المقاصة اللي هيلاعب الاتحاد السكندري أيضا اللي فاز في المباراة الأخيرة، مباراة أيضا قوية ومهمة جدا. الاتحاد السكندري أيضا ماشي بشكل جيد هذا الموسم. ده بخصوص الدوري المصري الممتاز، ودي المباريات الوحيده النهارده في هذا الدوري. لكن فيما يتعلق بالدوري الانجليزي الاكثر نديه واثاره بكل تاكيد، فالنهارده في ماتشين في اطار استكمال الجوله رقم 12 من البريمير ليج. فبالتالي مانشستر سيتي بيلعب في هذه اللحظات مع ايفرتون، مباراه ابتدت الساعه 4. تقدم مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء في الدقيقه 44 من احداث المباراه او من احداث الشوط الاول تحديدا، احرز الهدف رحيم ستيرلينج من اسيست لجواو كانسيلو اللاعب المميز جدا. في المقابل ايفرتون يعني صدف سوء حظ باصابه جراي احد ابرز لاعبي فريق ايفرتون هذا الموسم، في الدقيقه 17 خرج وما قدرش يكمل هذه المباراه. لكن اخر مباراه في الجوله رقم 12 في الدوري الانجليزي النهارده هتكون الساعه 6:30 ما بين توتنهام وليد يونايتد. توتنهام مع كونتي اكيد الشكل هيكون مختلف جدا وهيكون في متابعه كبيره لهذه المباراه. اما الدوري الاسباني فالنهارده في عدد من المباريات، ده بعد ايه بقى؟ بعد ما امبارح فاز برشلونه اخيرا بهدف مقابل لا شيء على اسبانيول في المباراه اللي كانت الاولى لتشافي
هرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونه، فكان فوز مهم. لكن النهارده استكمالا لمباريات الجوله، ختافي لعب مع قادش وفاز 4-0، غرناطة 5:15 مع ريال مدريد على ملعب غرناطة، إلتشي الساعة 7:30 مع ريال بيتيس، وأيضا الساعة 10 بالليل ريال سوسيداد مع فالنتيا. ده بخصوص الدوري الأسباني. أما فيما يتعلق بالدوري الإيطالي، النهارده في عدد أيضا من المباريات. ساسولو لعب مع كالياري انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، بولونيا بيلعب في هذه اللحظات مع فينيزيا، التعادل سلبي بدون أهداف، ساليرنيتانا مع سامبدوريا، سامبدوريا متقدم بنتيجة 2-0. الانتر هيلعب نابولي الساعه 7 والساعه 10 لربع جنوة مع روما، مباريات ايضا مثيره وقويه جدا. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات العالميه وابرز هذه الدوريات تحديدا، واللي بتشهد عدد كبير جدا من المتابعين واهتمام بيبقى كبير جدا بيها بكل تاكيد. لكن التفاصيل بقى الاهم بالنسبه لنا بصراحه، يعني كل ما يتعلق ويخص كواليس استعدادات النادي الاهلي الاخيره قبل دخوله في معسكر لمباراة الغد أمام المحلة، كل التفاصيل هتكون معنا وكل الكواليس وكل الأخبار، ونطمنكم بشكل كبير بإذن الله عن النادي الأهلي قبل هذه المباراة الهامة. كل ده بعد الفاصل، استنوا يلا. بص بقى، أحد أهم وأبرز وأصعب المحطات في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم إيه هي؟ هي محطة المحلة بكرة، ماتش بكرة الأهلي وغزل المحلة، أو غزل المحلة والأهلي، لأن طبعا الماتش بتاع المحلة على ملعبهم. فبالتالي بقول لي أصعب وأهم المحطات، لأن المباريات دايما ما بين الأهلي والمحلة في المحلة تحديدا بتبقى مباريات غاية في الصعوبة وغاية في الندية والحماس والقوة، ما حدش يقدر يختلف. ده كلام إيه؟ ده كلام على مدار التاريخ كله. دايما ماتشات الأهلي والمحلة هناك في المحلة بتبقى صعبة جدا، ما بالك بقى كمان لما يكون المحلة السنة دي بادي بداية مميزة، عندهم 8 نقاط من 4 ماتشات، بداية جيدة جدا بالنسبة لفريق غزل المحلة في ظل الإمكانيات الأكيد محدودة بالنسبة لهم، لكن عاملين موسم مميز على غرار الموسم الماضي. قدروا أن هم يحققوا الهدف الأهم والأسمى بالنسبة لهم، أن هم يكملوا في الدوري وما ينزلوش الدرجة الثانية، فده يعتبر حاجة جيدة جدا بالنسبة لفريق غزل المحلة. فبالتالي هم مكملين على شغل الموسم الماضي، ودي حاجة تحسب لهم. بالتالي أيضا المباراة صعبة جدا، من أصعب المباريات والمحطات بالنسبة للنادي الأهلي هذا الموسم. مهم قوي التركيز بالنسبة للفريق، مهم قوي قوي إن الأهلي يكون بيواصل في تحقيق أهدافه اللي ابتداها مع هذا الموسم، إن أنت بتحاول بقدر المستطاع إنك تخلص الدوري بدري بدري. هل الكلام ده هيبقى سهل؟ طبعًا مش سهل، طبعًا في صعوبة كبيرة، لكن هو هدف أنت بتحاول تحققه، بتحاول تلعب عليه، بتحاول توصل له. عشان توصل له محتاج إن أنت تحصل أكبر كم ممكن من النقاط، أكبر كم ممكن عشان تتفادى سيناريو الموسم الماضي. لحد دلوقتي الأهلي في 4 ماتشات 10/10، كل بص يعني أداء ونتيجة في الأربع ماتشات، أداء ونتيجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في مباراة خلصت 1-0 بس، 1-0 يعني أنت كسبت، خدت الثلاث نقاط، ومش معنى أنت كسبت 1-0 بس يبقى أنت كنت وحش، لا أنت كنت كويس جدا، بس كنتش موفق إنك تنهي الهجمات بالصورة اللي تترجم لأهداف، وده وارد جدا في كرة القدم، حاجة عادية قوي قوي يعني. لكن في نفس الوقت الأهم إنك تواصل هذه الانطلاقة المميزة اللي بتتمثل في نتائج وأداء. الأهم بالنسبة لنا بصراحة النتائج، الأداء دي حاجة بتمتعنا وبننبسط قوي، نبقى فرحانين ومطمنين، فإحنا عايزين على طول نبقى مطمنين كده على الأهلي. لكن بكرة مش هكون متفاجئ خالص خالص لو شفت استراتيجية مختلفة من مستر بيتسو موسيماني في هذه المباراة، بعد ما راح لعب هناك السنة اللي فاتت وخسرنا 1-0 في المباراة بتاعت السنة اللي فاتت في المحلة هناك أمام المحلة. فخلاص أنت عارف الأمور هناك تبقى ماشية إزاي، الأجواء عاملة إزاي، فأنت أكيد خدت درس من الموسم الماضي، تقدر تبني استراتيجية معينة عشان تقدر تحقق هدفك من هذه المباراة بالفوز وحصد الثلاث نقاط وتواصل انطلاقتك المميزة بإذن الله واحد أحد إن شاء الله تعالى. ففي تركيز كبير جدا عند الفريق، عند الجهاز الفني، الكل مركز، الكل عارف ايه المطلوب، هو هدف واحد بالنسبه للاهلي، الاهلي في كل مبارياته هو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط. ما بالك بقى لما كمان تكون مباراه صعبه زي دي، فالتركيز اكيد هيكون مطلوب على مدار ال 90 دقيقه عشان ان شاء الله تقدر تفوز باذن الله تعالى. ده بخصوص ملعب المحل، لكن ده في حاجه اكتر اهميه بقى واكتر صعوبه هتصعب الماتش اكتر واكتر، ايه هي؟ جمهور المحل المحترم. جمهور كبير عنده حماس كبير جدا، بيحب فرقته قوي قوي قوي، هيدي جو للماتش. واحنا فاكرين طبعا زمان لما كانت المباريات بجماهير، لما الاهلي بيروح يلعب هناك او الزمالك
بصراحه بغض النظر عن النتيجه الواحد كان بيحب الاجواء بتاعه الملعب. بيبقى في جمهور اهلي كتير وبيبقى في جمهور محله كتير، فتلاقي اجواء الماتش بتبقى جميله بصراحه، اجواء كره قدم اكثر من رائعه. فجمهور المحله بكره موجود في الملعب، جمهور المحله بكره اكيد هيساند فرقته بمنتهى القوه، هيشجع فرقته بمنتهى القوه. ممكن اكيد هيكون في، مش ممكن ده اكيد هيكون في بعض من جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه تعزر النادي الاهلي، لان احنا عارفين الاهلي في اي مكان بيروحوا ليه جماهيره، سواء جوه مصر او خارج مصر يعني، او في اي قاره يعني. فبالتالي ده هيزيد من صعوبه الماتش، هيزيد من قوه المباراه. فكل الحاجات دي لازم يبقى معمول حسابها بشكل جيد جدا. فمهم قوي ان شاء الله باذن الله تعالى الاهلي يقدر يواصل الشكل الرائع اللي ابتدى بيه بطوله الدوري، وباذن الله باذن الله نفرح بفرقتنا بكره من خلال انتصار ان شاء الله هيكون غالي جدا جدا على فريق صعب قوي قوي في ملعبه، وهو فريق المحله وسط جمهوره كمان المتحمس. فبالتالي مباراه مهمه هتكون محطه خطوه اولا هتديك افضليه كبيره جدا، وهتديك ثقه زياده عن الثقه اللي موجوده، وهتصدر احباط للمنافسين اكيد. لما الاهلي يكون هيلعب في محطه صعبه زي محطه وملعب المحله ويخرج باذن الله منتصر، فمثلا هتلاقي الزمالك او بيراميدز او الناس اللي هم عندهم اهداف في المنافسه على اللقب وفرق اكيد كبيره ما حدش يقدر يقول غير كده، هيتصدر لهم بعض الاحباط، وهيوصل لهم الرسائل ان الاهلي ناويها السنه دي. الاهلي داخل وناوي ان هو يخلص الدوري، الاهلي داخل وما بيستحملش ابدا ابدا انه يفقد هذه البطوله سنتين. احنا لما جينا فتره كده على ما اتذكر من 2001 ل 2004 او من 2000 ل 2004 قعدنا 4 سنين ما بناخدش بطوله الدوري، كان فتره صعبه جدا على الاهلاويه، الموضوع كان غريب. على فكره في الفتره دي خدنا ايه؟ خدنا سوبر افريقي وخدنا بطوله دوري ابطال افريقيا بعد غياب في 2001، وخدنا وكسبنا الزمالك 6-1، وعملنا مباريات كبيره جدا، وخدنا كاس مصر بالمناسبه، وخدنا السوبر المصري كان قدام الزمالك ضربات ترجيح. فعملنا خدنا بطولات، لكن الدوري لما بيغيب بيبقى بتحس الاهلي وجمهوره كده في حاجه ناقصه، في حاجه واقعه منه، فان سنتين ورا بعض الموضوع هيبقى صعب جدا. فاللعيبه مدركه الكلام ده كويس قوي، والجهاز الفني مدرك الجزئيه دي بشكل ممتاز، وبيشتغلوا على ان هم باذن الله تعالى يقدروا يحققوا البطوله بشكل مبكر، رغم طبعا صعوبه المنافسه المؤكده، الموضوع مش هيبقى سهل اطلاقا. بس كل اللي انت تقدر تعمله ايه؟ انك تبقى مركز في كل مباراه، تتفادى اخطاء السنه اللي فاتت، وتحاول تلم اكبر كم ممكن من النقاط، ده اهم شيء عشان تقدر تبقى مستريح فيما بعد. لان خلي بالك انت عندك ارتباطات غير طبيعيه هذا الموسم زي كل موسم، بس طبعا السنه دي في ظروف مختلفه، في توقفات كتير، فبالتالي هتلاقي بطولات مضغوطه جدا، سواء في الدوري، في كاس مصر، في كاس السنه اللي فاتت ما كملش ما اعرفش مصيره ايه بصراحه، سوبر افريقي، ولو في سوبر مصري، وعندك كاس عالم انديه، وعندك دوري ابطال افريقيا، انت عندك كم هائل من البطولات. فالدوري لم اقعد لم كده النقاط بدري عشان تبقى مستريح، تقدر يبقى عندك اريحيه نوعا ما في ما هو قادم من تحديات مختلفه، بتحاول طبعا بكل ما اوتيت من قوه انك تحقق فيها اهدافك اللي بتتمثل في الحصول على اللقب باذن الله تعالى. فبالتالي هي مباراه صعبه ومهمه جدا. لكن تعالوا نتكلم شويه على قائمه النادي الاهلي، وهعرضها لحضراتكم دلوقتي عشان تعرفوا قائمه الفريق. اكيد خلاص يعني هي وصلت لكم، لان الاهلي اعلن عن قائمه الفريق لمباراه الغد من حوالي 3-4 ساعات. لكن الاهم فيها انا عايز اقف عند كام حاجه كده مهمه بعد ما نقول الاسماء الموجوده في القائمه. خلينا نقولها الاول: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى زي ما حضراتكم اهم بتشوفوا دلوقتي على الشاشه. بيرجع رامي ربيعه للتواجد في قائمه المباراه، ده بعد غياب اكيد حمدي فتحي، لكن عوده رامي ربيعه مهمه جدا لانه لعيب خبره، يعني رامي ربيعه من اللعيبه الثقيله جدا لاصحاب الخبرات الكبيره. فاكرين يا جماعه ثنائيه رامي ربيعه واحمد حجازي؟ كانت حاجه جامده قوي قوي. فرامي لعيب كبير، واللي عاجبني في رامي ان هو ما بيتكلمش كتير، وما مش عامل يعني مش بيعمل مشاكل، او اللي هو عارف قيمته كويس، ولعيب دولي كبير، الاصابات للاسف عطلته، لكن في نفس الوقت هو عارف قيمه المكان اللي هو موجود فيه، وعارف ايه حدوده كويس جدا، وبيشتغل على نفسه زي ما حصل السنه اللي فاتت لما شارك رامي، شفنا مستوى مميز جدا. فالواضح ان هو مركز كمان السنه دي، عشان كده هو موجود في قائمه المباراه بكره. معاه كمان مين؟ ياسر ابراهيم مدافع مميز، بدر بنون، ايمن اشرف، اكرم توفيق، دول موجودين بشكل طبيعي دايما. عندك كمان كريم فؤاد بينضم لاول مره في قائمه النادي الاهلي لاي مباراه في الدوري بعد
اربع مباريات ما كانش متواجد فيهم، المره دي انضم لقائمه النادي الاهلي. وهتكلم على كريم فؤاد بس بعد ما اكمل لكم. محمد هاني موجود، علي معلول، اليو ديانج، عمرو السوليه، وليد سليمان تاني مباراه على التوالي بعد عودته من اصابه يكون متواجد في القائمه، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، لويس ميكيسون، واحمد عبد القادر، عمار حمدي، ومحمد شريف، وحسام حسن. تعالى بقى نقف عند كام نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيهم ونوضحها لجماهير النادي الأهلي. شايف كم الأسماء؟ شايف يعني القايمة دي كم لعيب فيهم نجم؟ لو هم 20 لعيب اهو 22 لعيب نجم، يعني أي لعيب موجود اسم كبير. تخيل كده واحنا مع بعض، أنا جاي لك في الكلام بس خلي بالك طويل معايا شوية. تخيل واحنا مع بعض مثلا، تعال نختار أي اسم. خرج مثلا بدر بنون من القايمة مثلا، مثلا يعني مش هتبقى مفاجأة؟ هتبقى مفاجأة. الناس هتقول ده في مشاكل، أصل ده ممكن عايزين يمشوه، أصل مش هيقولوا هيقولوا. تخيل مثلا خرج مين؟ خرج إيه؟ عمرو السولية اللي صعب جدا طبعا، بس تخيل خرج عمرو السولية مثلا، مش هتبقى مشكلة كبيرة؟ الناس هتقعد تتكلم كتير؟ هتتكلم كتير. أي اسم، حسين الشحات، بيرسي تاو، ميكيسون، أحمد عبد، أي واحد هيخرج من القايمة هتلاقي الكلام كتير قوي عليه، والكلام كتير جدا على انه هيمشي، اصله عايز يمشي، اصل في مشكله مع موسيماني، اصل في مش عارف ازمه مع مين، اصل هو خلاص عمل ايه واتخانق مع مين، هتلاقي الكلام كتير جدا. فالاخبار زي دي توقعوها. النهارده مين بره القايمه؟ اتنين من العناصر المهمه قوي قوي، ويعني احنا بنحبهم كجمهور النادي الاهلي وشايفين ان هم لعيبه مميزه، سواء طاهر محمد طاهر او محمود عبد المنعم كهرباء. اتنين مهمين ولا لا؟ مهمين. اثنين امكانيات كبيره ولا لا؟ طبعا محدش يقدر يختلف. لكن انت مجبر تختار من العدد المهول من القائمه اللي ما شاء الله متكامله، تختار عدد معين من اللاعبين هم اللي بيكونوا موجودين معاك. ده بيبقى طبقا لايه؟ طبقا لمتابعه المدير الفني، ليه كل الحق، ليه كل الحق في الاختيار اللي هو عايزه، لان هو اللي بيتحاسب في الاخر. ما ينفعش انا افرض عليه اقول له والنبي خد فلان او خد علان وبعد كده هحاسبه ازاي؟ ما انا اللي بقول لا، الراجل اللي هو ادرى واحد بحاله اللعيب، ادرى واحد بالنواقص الموجوده عند اللعيب، ادرى واحد بالمميزات الموجوده عند اللعيب، فبالتالي بناء على كده ايه بيختار وبيشتغل وربنا يوفقه. لكن اللي عايز اكد عليه، احنا طبعا بنحب مثلا كهربا، جمهور الاهلي بيحب كهربا جدا، لكن المؤكد ان بنحب الفرقه اكتر، بنحب الاهلي اكتر. كهربا لعيب كبير قوي، لعيب جامد جدا جدا، زيه زي طاهر محمد طاهر، مفيش اختلاف على الجزئيه دي. لكن احنا بالنسبه لنا الاهلي عايزين الاهلي يكسب، عايزين نتبسط بشكل الاهلي في الملعب بالنتائج، هو ده الاهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. لكن طبعا بيهمنا برضو اخبار كهربا واخبار طاهر والدنيا ايه، طب وايه النواقص، ايه المشاكل، ايه الامور. فانا خليني اوضح لحضراتكم جزئيه مهمه جدا. تعالى نبتدي بالكهربا، لان دايما الكلام عليه كتير، وعلى طاهر برضو بما انه خارج القايمه، واي واحد زي ما قلت لكم هيبقى خارج القايمه هتلاقي الكلام عليه كتير. لكن هنا السؤال، هل في مشكله ما بين كهربا وموسيماني؟ ها، هل في مشكله؟ مفيش اي مشكله خالص، انا باكد لحضرتك مفيش اي نوع من انواع المشاكل. امال الراجل بيستبعده ليه؟ ايه السبب؟ الراجل عنده وجهه نظر معينه خاصه بالجانب الفني من غير ما اتكلم في التفاصيل، بيتكلم مع كهربا فيها، بيقول له اشتغل على ايه، اعمل ايه، ده حاجه طبيعيه جدا، مش كهربا بس، ده كل اللعيبه، امر طبيعي. لكن هل في استبعاد كهربا بسبب مثلا مشكله او بسبب ازمه او حاجه حصلت ما بين كهربا وموسيماني؟ اطلاقا، ده تاكيد يعني بنسبه 1000000%. عشان ما تخليش، اصل هتلاقي دلوقتي ايه بعض الاخبار برضو اللي احنا متابعينها على مدار الفتره اللي فاتت كلها، اصل كهربا مش عارف حصل ايه، اصل في مشكله ايه وكام. انا بقول لحضراتكم مفيش اي مشكله خالص، هي رؤى فنيه تحترم من المدير الفني. هل كهربا محترم جدا الجزئيه دي؟ جدا جدا جدا، وما عندوش اي مشكله خالص. بص هثبت لكم بالدليل دلوقتي، وهوريكم الروح بتاعه كهربا رغم ان هو تالت او رابع مباراه على التوالي يبقى بره القايمه. لكن بص روح كهربا، هعرض لكم دلوقتي لقطه او ستوري هو منزله على انستجرام، وباعت رساله لمحمد شريف بيقول له ايه؟ اهي زي ما حضراتكم شايفين كده، بكره في جول عالمي ان شاء الله، والشغل الشغل يا ابن البلد. ده هل ده واحد زعلان؟
هو طبعا زعلان انه مش موجود، دي ما نقدرش نختلف عليها، لكن هل ده واحد بقى خلاص مش طايق نفسه ومش طايق دنيته ومش طايق المدرب، او المدرب مش طايقه، او في مشكله وكلام من؟ لا خالص، في روح اهي. واضح جدا ان كهربا عارف قوي ان ممكن يكون في حاجات عايز يشتغل عليها وبيشتغل عليها. كهربا ملتزم جدا جدا مع الفرقه، ملتزم جدا في التدريبات، بيأدي بشكل جيد، لكن القرار في الاول وفي الاخر لمين؟ للمدير الفني مستر بيتسو موسيماني، وقراره يحترم، وكهربا بيحترم هذا القرار ومستني ان هو تيجي الفرصه بالنسبه له ان هو يشارك عشان يثبت مدى كفاءته المعروفه بالنسبه للجماهير كلها. وانا على المستوى الشخصي واحد من الجمهور اللي بيحب جدا كهربا، لكن في نفس الوقت المدير الفني حقه كل الحق ان هو يختار العناصر اللي يلعب بيها او اللي يكون معاه في القائمه. نفس الحال بالنسبه لطاهر، طاهر مفيش اي مشكله ما بينه خالص وما بين موسيماني، وموضوع كلها اختيارات فنيه ورؤى فنيه تحترم للمدير الفني. فالامور طبيعيه جدا عشان ما حدش يقدر او عشان ما حدش يحاول ان هو يصدر لحضراتكم ازمات بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم. الفتره اللي فاتت كان كريم فؤاد مش موجود، فكانت الناس تقعد تقول لك كريم فؤاد ليه مش موجود، ده راجل صفقه جديده، ده راجل مش عارف ايه. اكيد في توقيت بيحدده المدير الفني لتواجد كريم فؤاد. كريم موجود اهو النهارده في القائمه، قد يلعب قد لا يلعب، وقت ما هيحتاجه المدير الفني هيلاقيه. عشان الناس برضو ربطت كده قالت لك ده الاهلي عايز يخرجه اعاره، مفيش الكلام ده خالص خالص. لعيب مهم، جوكر من ضمن جوكر الفرقه اللي هيعتمد عليها موسيماني، واللي اكيد عارف امتى يدفع بلاعب مهم زي كريم فؤاد على حسب، لان كده كده انت عندك ما شاء الله الفريق ماشي بشكل كويس جدا، اللعيبه اللي بتلعب ماشيه بشكل جيد، النتائج ايجابيه، الاداء مميز، فهتغير وتعدل ليه في شكل الفرقه، لكن كله في الاول وفي الاخر قرار مدير فني. خلينا اكمل لحضراتكم اخبار النادي الاهلي النهارده. النهارده على هامش المران كان في محاضره من موسيماني مع اللاعبين، واتكلم، هي كانت محاضره بالفيديو، اتكلم فيها على نقاط القوه والضعف الفريق المحله من خلال عرض لقطات لفريق المحله المميز والمحترم جدا والصعب جدا طبعا على ملعبه. فاتكلم في بعض الامور الفنيه، واكيد قال للعيبه هو ايه الاستراتيجيه اللي عايز يلعب بيها هذه المباراه. دي لقطات من مران النهارده الصبح قبل السفر للمحله عشان الفريق يخوض مباراه الغد باذن الله تعالى. النهارده كمان ابرز ملامح المران، انتظم الشناوي وايمن اشرف وبدر بنون في التدريبات الجماعيه. امبارح كان عندهم تدريبات استشفائيه، النهارده شاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل كامل وجاهزين تماما تماما لخوض اللقاء غدا باذن الله تعالى. كابيلو كمان قاد تدريبات بدنيه للاعبين في اطار البرنامج البدني الموضوع للفريق على حسب جدول المباريات. فطبعا مخطط الاحمال البدنيه بالجهاز الفني كابيلو عمل بعض التدريبات البدنيه المتنوعه في المران الصباحي الخاص بالاستعداد لمباراه الغد. في المقابل كان في تدريبات قويه لحراسه المرمى او لحراس المرمى اللي موجودين، سواء طبعا الحارس الكبير محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزه علاء، وكان مران قوي شويه ومران حراس المرمى النهارده. دي اهم وابرز ملامح المران النهارده. بكره مباراه الاهلي هتكون مباراه غايه في الاهميه ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل ونواصل اخبار حلقه الترند النهارده، استنونا. تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا بالتحديد من خلال الحسابات الرسميه المختلفه. نبتدي بحساب الاهرام على تويتر، واللي بيقولوا ان موسيماني يفاضل بين ربيعة ومتولي لقياده خط دفاع الاهلي امام المحل. ده طبعا قبل ما القائمه يتم الاعلان عنها. طبيعي جدا ان ربيعة هو اللي يكون اقرب انه يكون متواجد في القائمه، لان هو الاجهز، لان متولي كمان لسه راجع من اصابه كانت طويله شويه. فالمنطقي جدا ان ربيعة هو اللي يكون موجود في القائمه، وربيعة عنصر مهم جدا بكل تاكيد. تعالوا ناخد خبر اخر، هو خاص بالوطن سبورت، واللي بيقولوا عاجل قرار جديد من مدرب الاهلي ضد طاهر محمد طاهر. ايه هو القرار؟ انت بقى لما تقرا العنوان كده، بص بقى، انت لما تقرا العنوان للوهله الاولى تروح قايل يا نهار اسود، ده في كارثه، ده الراجل قرار ايه؟ قال لك امشي بقى طاهر، انا مش عايزك يا اخي، امشي بقى، انا خلاص اخدت قرار الراجل ده يمشي. اول ما تقرا العنوان كده، صح ولا غلط؟ صح صح. ها، عارف بقى العنوان فيه، عارف المتن فيه ايه؟ هو ده عنوان عشان يشدك كده، يقول لك تعالى اقرا الخبر، خلي بالك، خد تعالى اقرا الخبر. اقرا بقى متن الخبر، يقول لك مش موجود في القائمه. اه والله زي ما بقول لكم كده، هو الموضوع ماشي كده، ان القرار الجديد الجديد وعاجل ان طاهر مش موجود، هم كاتبين القائمه حتى ما تطرقوش لطاهر في الموضوع خالص. فعادي مفيش مشكله.
بس انا بحب دايما اجيب الاخبار زي دي عشان اقول لحضراتكم الامور بتبقى ماشيه ازاي. في ناس دايما بتهتم بالحاجات اللي زي دي يعني. طيب هنا المصري الرياضي على تويتر بيقولوا ان الاسباب الحقيقيه وراء استبعاد كهربا من قائمه الاهلي، وبيتكلموا في جانب يعني ممكن يكون اقرب للحقيقه، يعني عشان الناس تفتكرش ان بقى ان احنا بنحاول نجيب الاخبار نقعد نقول لا غلط وصح وكلام، لا ده خبر قريب شويه من الحقيقه يعني. بيقولوا ان في بعض الجوانب والنواقص اللي ممكن يكون كهربا محتاجها الموسيماني بيتكلم فيها مع اللاعب، واللاعب بيشتغل على انه يحقق اهداف المدرب او يوصل للصوره اللي المدرب عايزها عشان يشارك في المباريات. الموضوع بسيط ما فيش اي حاجه خالص، فده خبر جيد او خبر يعني في مصداقيه بنسبه كبيره جدا جدا يعني. خلينا كمان نروح لليوم السابع، وموسيماني يحتوي، خلي بالك احتواء موسيماني غير احتواء اي حد تاني يعني، عشان دي حاجه مهمه برضه. فموسيماني يحتوي حزن الشحات بعد استبعاده من المنتخب بكاس العرب. الشحات كان موجود في القائمه الاوليه المبدئيه لكاس العرب اللي تم الاعلان عنها من حوالي 3 أسابيع تقريبا او اكتر، وكان موجود اسم حسين الشحات، لكن الراجل ما استبعد حسين الشحات من القائمه، ودي طبعا من ضمن المفاجات الكبيره لان الشحات لعيب مهم ومؤثر جدا. لكن في نفس الوقت موسيماني يعني اتكلم مع الشحات طبقا للمكتوب في اليوم السابع ان يعني ما تزعلش ولسه الفرصه قائمه ان انت تبقى موجود في المنتخب قريبا باذن الله، واكيد في يعني في اهتمام كبير من جهاز المنتخب بحسين الشحات. وعلى غرار يعني حسين الشحات في عدد كبير جدا من اللعيبه اللي تم استبعادها من قائمه المنتخب، يعني عندك عبد الله السعيد، رمضان صبحي، طارق حامد، ابو جبل، في اسماء تقيله تم استبعادها من القائمه. فاكيد وجهه نظر فنيه وفي رؤى معينه ما بيحاول ينفذها كيروش. تعالى بقى للخبر ده اليوم السابع، الاهلي يحسم عروض الشتاء بعد معسكر الامارات، واقرا التفاصيل. طيب قرينا التفاصيل، قال لك ان الاهلي جاله بعض العروض لبعض اللعيبه. كل اللي اقدر اقول من ضمن يعني الناس الموجودين في المتن بتاع الخبر، ديانج، أفشة، بعض اللعيبه الاخرين يعني. فبالتالي كل اللي اقدر انا اقوله لحضراتكم ان ايه؟ القوام الاساسي مش هيكون فيه اقتراب منه. اللعيبه الاساسيه اللي هي مثلا زي ديانج، أفشة، الناس اللي زي كده دول اللي بيعتمد عليهم اعتماد كلي مستر بيتس وموسيماني، مفيش اقتراب منهم في يناير خالص. محدش هيطلع في يناير خالص. ليه؟ لان الاهلي مش فريق اللي هو عنده لعيبه بيستثمر فيها، لا الاهلي موجود اللعيبه دي عشان يجيب بطولات وفرح جمهوري، هو ده هدف الاهلي، ده اللي بيشتغل عليه الاهلي دايما دائما وابدا، هتلاقي الاهلي بيشتغل كده. وارد ان في الصيف الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل، متغيرات كتير جدا في الكوره، ممكن يجي لك عرض كبير يتوافق مع الاهلي، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، ممكن الاهلي يرفض تماما حد يمشي برضه، ممكن يبقى في وجهه نظر اخرى الله اعلم. لكن لحد يناير وارد تلاقي بعض اللاعبين يطلعوا اعاره اللي ممكن يكون موسيماني شايف ان هو مش هيستخدمهم كتير، وارد على حسب برضه. لكن بالمناسبه لو في عروض لأفشة او ديانج او اللعيبه الثقيله اللي زي دي، كل لعيبه الاهلي ثقيله بصراحه، لكن قصدي اللعيبه اللي بتلعب بشكل اساسي يعني، لو في عروض فمفيش اي عروض رسميه. تاني باكد لحضراتكم مفيش اي عروض رسميه، ممكن عروض شفويه، الاهلي ملوش دعوه بالعروض الشفويه دي، ما بتمشيش معاه، ملوش دعوه بالموضوع ده. هتجيب لي عرض رسمي ممكن افكر واتناقش، لكن انا بقول لحضراتكم الشتاء في الصيف، سوري عفوا، في الشتاء في شهر واحد مفيش حاجه، في الصيف بقى الكلام ممكن يكون مختلف، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل ساعتها يعني. ده فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي على السوشيال ميديا، واتكلمنا مع حضراتكم فيها بتفاصيل كتيره جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل، يلا بينا. تعالوا نروح للترند العالمي، نتكلم في الجانب العالمي شويه، وانا من الناس اللي بحب يعني الاخبار الخاصه بالدوريات الاوروبيه، وبالتحديد نجمنا المصري العالمي جدا جدا محمد صلاح ما شاء الله عليه. ده حساب بليتشر فوتبول على تويتر، واللي بيتكلموا على ان محمد صلاح سجل 11 هدف في 12 مباراه في الدوري مع ليفربول هذا الموسم، وعلق كمان قال ان صلاح في مستوى اخر عن باقي اللاعبين، ده امر واقع، ده حقيقي. صلاح منفرد بصدارة الهدافين بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه اللي هم فاردي وساديو ماني، عندهم 7 أهداف يعني، فحاجة كبيرة جدا، ده بخلاف المساهمات الكتير في الأهداف، أعتقد عمل 7 أسيست هذا الموسم، فده رقم جيد جدا كمان لمحمد صلاح، نتمنى له يا رب دائما وأبدا كل التوفيق هو وكل نجومنا المصريين المحترفين في الخارج. تعال نروح كمان لحساب أوبتا للإحصائيات على تويتر، واللي بيقول ان تمريرة ساديو ماني لمحمد صلاح هي المرة ال20 التي يحدث فيها ذلك منذ مشاركة الثنائي مع بعض في ليفربول.
فقط ستيفن ماكمانيمان طبعا النجم الكبير الانجليزي في فتره من فترات مع ليفربول، وروبي فاولر قاموا بتسجيل 24 هدف بنفس الطريقه ليفربول سابقا. ثنائيه صلاح وماني جيده، يعني كان موسم من المواسم الامور كان فيها كان واضح بصراحه ان مفيش تعهد ما بين الاثنين، ده مش عايز يواصل ده ساديو ماني تحديدا ما كانش عايز يواصل صلاح. لو افتكر كان في ماتش ما بين ليفربول وتوتنهام الاثنين منفردين بالمرمى الاثنين مع بعض، ساديو ماني ما رضيش يواصل صلاح وفضل ان هو يرقص حارس المرمى ما دخلتش الكره جول، فكان واضح ان في منافسه قويه جدا ما بينهم وحساسيه نوعا ما طبقا للمشهد اللي الجمهور بيشوفه يعني. لكن السنه دي في تعاون مميز جدا ما بين ساديو ماني ومحمد صلاح. تعالى بقى نروح لواحد من العناصر المهمه جدا والمؤثره جدا في تشكيله ليفربول، وهو ترينت الكسندر ارنولد الظهير الايمن للفريق، واللي امبارح عمل 2 اسيست ووصل لرقم 50، الاسيست رقم 50 ليه مع ليفربول منذ مشاركته مع الفريق. عنصر مهم جدا ولعيب كوره عالي قوي قوي، اي فريق في العالم يتمنى ان هو يكون عنده ترينت الكسندر ارنولد كظهير ايمن ليه. بصراحه ما شاء الله يعني مساهمات في الاهداف بشكل مستمر، اهداف كمان بيحرزها بشكل جيد، وبصراحه امبارح رحت جايبه في الفانتزي كده بعد ما ايه بعد ما تالق بشكل كبير، وكان المفروض الواحد يجيبه من بدري يعني، فنجم كبير. تعالوا بقى للخبر الابرز واللي كان منتظر جدا عند جماهير مانشستر يونايتد، مش بس جمهور مانشستر يونايتد، جماهير الكره العالميه بشكل عام، وهو سولشر. ده حساب مانشستر يونايتد على تويتر واللي اعلنوا من خلاله عن رحيل سولشر المدير الفني للفريق بسبب النتائج السلبيه منذ بدايه الموسم، وقالوا ان مايكل كارك سوري اللي هو طبعا نجم كبير كان بيلعب توتنهام فتره ولعب بعد كده في مانشستر يونايتد ميكائيل كارك سيستلم زمام الامور للمباريات القادمه، بينما يبحث النادي الان عن مدرب مؤقت ليتسلم تدريب الفريق حتى نهايه الموسم. الكلام على ايه بقى؟ ناس كتير بتتكلم على اسماء مرشحه. اولا وجهه نظري يعني انا شايف ان مانشستر يونايتد ضيعوا فرصه كبيره قوي في التعاقد مع كونتي المدير الفني الحالي لتوتنهام، كان انسب واحد لمانشستر يونايتد يديك ناتج سريع للفريق بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها بالحماس الكبير، مدرب كبير جدا ومتعود على اجواء في انجلترا، مسك قبل كده تشيلسي خد معاهم الدوري، فبالتالي فوتوا الفرصه دي. الراجل راح توتنهام، كان لازم قرار اقاله سولشر يكون من بدري شويه عشان تقدر تجيب مدرب كبير زي ده. الكلام حوالين مين دلوقتي؟ زين الدين زيدان. زين الدين زيدان الموضوع لسه ما تمش حسمه، لان الراجل عنده رغبه كبيره قوي ان هو مستني فرصه ان هو يمسك مدير فني منتخب فرنسا. تاني حاجه يقال ان زوجته مش عايزه تعيش هناك في مانشستر، فالموضوع صعب شويه. الخبر بقى اللي جاي هيقول لنا اسم من ضمن الاسماء اللي تم تداولها على مدار الساعات السابقه، وهو لويس انريكي، وده من حساب بليتشر فوتبول على تويتر، واللي قال ان كريستيانو رونالدو طبعا النجم الكبير جدا ابلغ اداره مانشستر بضروره التعاقد مع مين؟ مع لويس انريكي المدير الفني للمنتخب الاسباني خلفا لسولشر. طبعا ده خيار صعب للغايه بل اقرب للمستحيل يعني، لان لويس انريكي هو مدير فني منتخب اسبانيا، عامل فرقه كويسه، عامل منتخب كويس جدا من عناصر جديده شابه، وصل لمراحل متقدمه قوي في اليورو، عندهم كاس عالم كمان سنه بالظبط من دلوقتي، ففي خطه هم شغالين عليها. صعب جدا ان هو يمشي من هنا يجي مانشستر يونايتد، اكيد عايز يمسك منتخب بلياردو في كاس العالم. في نفس الوقت لما اتسال لويس انريكي على الموضوع ده قال لهم يا جماعه هو ده ميعاد كذبه ابريل ولا الموقف ايه بس عشان ابقى عارف، فده معناه ان الراجل طبعا رافض تماما هذه الفكره، وانه مستمر بشكل مؤكد مع منتخب اسبانيا. تعالوا نروح لخبر اخر في الجانب العالمي، وده من حساب اي اس بي ان على تويتر، واللي بيحتفي بفوز برشلونه على اسبانيول بعد تولي تشافي هرنانديز القياده الفنيه لبرشلونه، قائلا اول فوز منذ اكثر من شهر في الدوري الاسباني، اول مباراه بشباك نظيفه منذ سبتمبر الماضي، اول فوز لتشافي مع برشلونه كمدير فني، انطلاقه جيده لتشافي رغم ان اسبانيول امبارح جابوا كورتين ورا بعض في العارضه، الموضوع كان صعب شويه، لكن دايما البدايه بتبقى صعبه، لكن الاهم ان هم او البدايه كان فيها جانب ايجابي قوي هو الفوز بالثلاث نقاط، ما فيش اهداف في مرماك، دافع جيد لما هو قادم من مباريات بالنسبه لبرشلونه. ده فيما يتعلق بالترند العالمي واخر وابرز الاخبار العالميه. هنروح لفاصل سريع ونرجع ناخد بقى تفاعل جمهور النادي الاهلي على سؤال حلقه النهارده، يلا بينا.
طيب سؤال الحلقة النهاردة كان إيه توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الغد أمام المحلة، وكمان بالتحديد من وجهة نظر حضراتكم مين اللي يقدر يعوض غياب حمدي فتحي، أو مين اللي هيكون متواجد مكان حمدي فتحي في هذه المباراة؟ تعالوا نشوف رأيكم إيه. نبتدي بشكر محمد واللي قال هو من ناحية اللي يعوض غياب حمدي، فطبعا اللي بيعملها حلوة قوي محمود متولي، لكن أعتقد إنه مش جاهز، فممكن أكرم يلعب ويلعب كريم فؤاد. اعتقد صعب اكرم يكون في النص كده. كريم فؤاد اللي قدم مستوى رائع في منايه سمنود، واما عن تشكيل فاعتقد نفس التشكيل المباراه السابقه باستثناء التغييرات اللي قلت اللي عليها بالتوفيق لنادي القرن. ده رايي. شاكر محمد. محمد مهيب قال محمد هاني باك يمين واكرم مكان حمدي فتحي. ماشي، واضح ان في اتجاه لكده، والله ممكن الناس هم يبقوا صح، انا مش عارف. لكن خلينا نشوف محمد شاهين اللي بيتوقع التشكيل. قال في حراسة المرمى محمد شناوي، في خط الدفاع ايمن اشرف، بانون، اليو ديانج. هنا التوقع مختلف شويه، ان اليو ديانج هو اللي يبقى مكان حمدي، بس هو هيبقى على الشكل اللي هو حاطه كده، ان اليو ديانج هو المكان ناحيه اليمين، يعني مكان بدر، وبدر هو في النص. ده اكثر منطقيه ان بدر يبقى في النص، لكن ما اعتقدش برضو ان اليو ديانج هيبقى في المكان ده. في وسط الملعب علي معلول، اكرم توفيق، عمار حمدي، عمرو السوليه. في الهجوم محمد شريف، محمد مجدي، قفشه، وبيرسي تاو. انا اقول لحضراتكم توقعي انا الشخصي ان هنشيل ديانج من الحته دي، نحط اكرم وبدر في النص، وديانج مكانه عادي جنب السوليه، وممكن عمار يبقى ليه دور. فهنشوف عامه هيعمل ايه مستر بيتسو موسيماني. تامر علي قال ياسر ابراهيم جنب ايمن اشرف وبدر بنون هو اللي هيلعب مكان حمدي فتحي. برده ده راي ممكن يكون اقرب للمنطقيه يعني. شادي قال كريم فؤاد يمين واكرم مكان حمدي فتحي، وكده الهجوم يبقى عالي جدا عشان كريم هجوم جدا. ماشي اوكي. تعالى ناخد كمان اخر توقع معانا. احمد فهمي قال الشناوي، ايمن، بدر، علي معلول، اكرم، ديانج، السوليه، قفشه، تاو، احمد عبد القادر، محمد شريف. دي كانت توقعات حضراتكم لتشكيل الاهلي غدا، وكمان توقعاتكم لمين اللي هيعوض مكان حمدي فتحي بعد غيابه بسبب الايقاف. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد ان شاء الله. مباراه كبيره، مباراه هي اكيد هتبقى صعبه ده مؤكد، لكن مهم قوي ان انت تحاول تحقق هدفك بحصد 3 نقاط في محطه هتكون مهمه جدا، وهيكون انتصار غالي قوي قوي في اطار مشوارك اللي انت من خلاله بتحاول تستعيد لقبك المفضل وهو لقب بطوله الدوري. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. بكره هنكون اجازه طبعا عشان ماتش الساعه 5:30. نشوفكم قريبا جدا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.